حقق لدى كروسة المبادرة، ودابا تما كروسة ب70,000 وكاتبين لنا راه مصدقين علينا، كاتبين لنا التنمية البشرية. مبادرة فين هاد المبادرة؟ مبادرة تعطي لنا فابور. دابا بنادم كيخرج من الحبس، شحال من واحد باغي يجمع راسو، شحال من واحد كيخرج صافي كيقول بارك مسكين دخل مقول، كيقول صافي بارك انا مابقاش باغي نعطي. كل كاين شي حاجة كتولى في وسط الحبس، ما كايناش، راه ما كاينش، صعيب باش تقبل الناس تسد عليها وسط الحبس. واش فهمتيني اخي؟ خاطي انا هاد البلاد عاجز وحدين، ما فيهاش انسانيه، ما كايناش، ما كدورش، كذب عليك كذاب اخي، مضروري من الداخل وصابرين الحمد لله، صبرنا الله سبحانه. الا جاتك فرصه باش تمشي على برا تمشي؟ لا جاتني الفرصه اختي ما كرهتش من دابا ومن هاد الساعه اللي كندوي فيها. علاش؟ واختي اش غنقول لك دابا انايا مدوز الحبس، مدوز داكشي اللي قسم الله وعفى عليا الله، حتى درت وليدات وبزاف وبزاف، والباب اللي كندق فيه كنلقاه مسدود في وجهي. اللي كان فيه كنمشي فين ما بغيت، عندي جوج وليدات دابا، عندي ملك عندها 7 سنين ونص، وعندي شرف الدين عنده 4 سنين ونص، وساكنه مع با، ساكنه الفوق مع دارنا عازل، وباغي ما باغي والو، باغي بعات من الحرام، ما بقاش بغيت الحرام، باغي الحلال، ودابا خدام عساس بالليل، هي اللي لقيت. علاش؟ حيت ما كيطلبوا فيها لا فيش بيومتريك لا والو، غير طلبوا عليا واحد الناس، وغير هي اللي بغيت نعرفها حاجه وحده، كاين اعاده ادماج السجناء. شنو هي اعاده ادماج السجناء؟ خصها تفسر هي الاولى، شنو هي اعاده ادماج السجناء؟ الله يرحم، لا خصو يدخل الله يرحم لك الوالدين. علاش دابا انا كنقول على راسي شحال من باب دقيت، عندي صنعتي، باغي نخدم، باغي هادي، باغي بزاف، باغي الحلال، باغي عندي وليدات، باغي نخدم عليهم حلال. بالنسبه لك كتشوفي الا مشيتي لبرا غادي تلقى هاد الفرصه وتخدم بالسرعه ديالك؟ الا مشيت لبرا نخدم فاش ما كان، انا هنا نخدم فاش ما كان، المهم تكون حلال، نخدم فاش ما كان، شبعنا من داكشي عاقنا، صافي درنا وليدات، ولينا نكبروا وليداتنا، وليداتنا ولاو كيعرفوا تبارك الله، فهمتيني؟ وشحال من شريك تمشي لبرا، شنو غادي دير؟ الا جاتني الفرصه نمشي برا من دابا اش غادير؟ غنمشي نخدم حلالا طيب، وغنمشي خدها قبل ولادي، ما غنمشي قبل شي حاجه، غنمشي قبل ولادي. ما توحشهمش؟ غندير براسي بحال شدوني عاوتاني شي 4 سنين ديال الحبس، وغنمشي ندوزها تماك، وغندوز الخدمه، وغادي نجي ان شاء الله بخير. ولا هاد الفرصه اللي غادي تجيك الا جاتك غير مثلا انك عن طريق الحريق تحرق؟ عن طريق الحريق نكذب، نقدر نموت، نغامر بحياتي على ولادي كاع على قبل ولادي، انا ما عنديش مشكل. ما عنديش المشكل على قبل وليداتي. علاش؟ حيت كلشي بيبان مسدودين في وجهي دابا، انا كيبان في هاد البلاد هادي، واش فهمتيني اختي؟ كلشي مسدودين، انا شحال من شركه كتمشي حتى كيدير لك بتي كونترول وهادي وهادي وهادي، وكيدك كيقول لك نهار اثنين ان شاء الله جيب فوتوكوبي لا كارت وجيب فيش بيومتريك. اي وفين هي؟ فين هي حقا؟ راه داير لكم مركز ديال اعاده الادماج، مشينا عندهم قال لك حقا بقى خصك كل سيمانه تبوانتي عندنا شي خطرات. علاش؟ على قبل الكروسه ديال المبادره ولا على قبل التريبورتور. انا غنبقى بارك وليداتي اش غياكلوا؟ واش فهمتيني اختي؟ بعت وشريت، ما خليتش ما درت، بعنا وشرينا، هما حيدوا لنا السوق في عين السبع. واش فهمتيني ولا؟ حقق لدى كروسه المبادره، ودابا تما كروسه بعين ب70,000 وكاتبين لنا راه مصدقين علينا. كاتبين التنمية البشرية، مبادرة، فين هاد المبادرة؟ مبادرة تعطي لنا فابور. بنادم كيعطي فلوس كياخذها، حنا ما عندناش، عندنا الله سبحانه، عندي هادوك الوليدات. واش فهمتيني اختي ولا ما فهمتينيش؟ شحال من باب دقيت وانا ذاك النهار خديت الخدمة فيها وريقات فيها كلشي. تخلص على الوليدات 300 درهم في الشهر، فيها 56,000 في الشهر. وفيها وريقات فيها نقاط فيها كلشي. في الأخر قالت لي واحد السيدة بحال وجهك، قالت لي أنت شوف أخويا وفين؟ فين سيكيورتي في بنكا؟ مع جروب كار. قلت لها انت شوف خصك تجيب لنا حسن السيره، نهار اثنين جيب فوتوكوبي وجيب فيش بيومتريك. قلت لها اختي راه ما نكذبش عليك، انت فيش بيومتريك راه ما عنديش. وهي تقول لي اخويا والله ما كرهتك، راه الدراري بحالك بزاف واقع لهم بحال هذا الشيء. واش فهمتيني اختي؟ وراه هذا الشيء هو اللي كاين اختي، حنا راه ما بغينا والو، ما طالبين والو. دابا بنادم كيخرج من الحبس، شحال من واحد باغي يجمع راسه، شحال من واحد كيخرج صافي كيقول بارك مسكين دخل مقول، كيقول صافي بارك انا مابقاش باغي نعطي. كل كاين شي حاجه كتولى في وسط الحبس، ما كايناش، راه ما كايناش، صعيب باش تقبل الناس تسد عليها وسط الحبس. شحال من حاجه كتشاهد كتشوفها في التلفازه، واش فهمتيني اختي ولا؟ بنادم كيخرج اختي كيبغي يندمج، كيبغي صافي يندمج مع المجتمع. هنا حنا عندنا المجتمع كنحكموا على المظهر، كنشوفوا شنو الافق،
واش فهمتيني اخزي؟ خاطي انا هاد البلاد عايز واحد المفاجئ انسانيه ما كايناش، ما كدورش كذب عليك كذاب اخزي، مضروري من الداخل وصابر الحمد لله صبرنا الله سبحانه. ودابا انا خدام في كارتي ديال الفيلات، واحد كارتي راه عراقي زوين، ناس زوينين خدام معاهم بخير ما نكذبش عليك، مالين فيا وهادي الحمد لله. علاش؟ حد النهار خرج وانا ناوي حلاه وكنطلب الله عطيني الحلال، ربي عطاني الحلال، شامني دقيت شحال من باب شحال من باب شحال من باب، كلشي كيتسد في وجهي. علاش؟ على قبل ديك حسن السيره، علاش ما ناخذ حسن السيره؟ علاش؟ واش فهمتيني اختي؟ واش ماشي من حقي؟ اخر مره تشديتي شحال داز عليها؟ اخر مره تشديت، اخر مره تشديت دابا راه نقول لك شي اخر مره 2017. من حقك حسن السيره والسلوك. وكيفاش اختي؟ خمس سنين محقق تاخذها. اختي كيفاش غتاخذها؟ راه الدري صاحبي مشى با ياخذها، تا وقفوا معاك ودار محامي ودار رد الاعتبار وروينا، وفي الاخر فاش مشى قالوا الاجره الدوله كتصدق تسالك 2,700,000 فرنك. ديالاش؟ ديك 24 ساعات اللي كنت كضرب ديال الجيور والشدات، وبنادم ما عندوش باش يكوي على الخلعه. الله يسمع بحالك راه يدير بالناقص. الله يرحم الوالدين راه وين يدير بالناقص. شنو هو الحل في النظر؟ ها؟ انا ما كنطالب والو، كنطالب بخدمه. انا ما كرهتش نخدم في افيردا هذيك ديال الشطابه، حتى هما ما لقيتهاش، ما لقيتش اللي وقف معايا. واش فهمتيني اختي؟ دابا كاين وقت حاجه، عندك فلوس مرحبا، ولا عندك فلوس مرحبا، ولا باك صاحبي معارف هادشي باش غتخدم. دابا كذاب عليك كذاب، ما بقاش دي قضيه ديال سير وقف حدا الشركه اليوم ويشوفك باترون دوي معاه، وغدا باش يشوفك واحد الشهر يقول الدري مسكين باغي يخدم. ما كتعانيش من النظره ديال المجتمع؟ بزاف، ما كنمشي لك بزاف. انا دابا تنجيق به متبع متبع مع طبيب نفساني بهاد الشهاده، متبع مع طبيب نفساني بهاد الشهاده اصاحبي اختي. واش فهمتيني؟ متبع مع طبيب نفساني والحمد لله بخير. واش متبع مع طبيب نفساني؟ كيحضروك الناس بعينيهم؟ ماشي متبع مع طبيب نفساني، عندي مشاكل عائليه بوم فارق مع امي. جيت نعاود لك راه خصني بزاف اختي، راه الناس اللي غيتسنطوا لي راه عارفين حياتي كلها. واش فهمتيني؟ عارفين الحياه شكون اللي كنعيش، عارفين اللي كيدير. انا احترام الحمد لله، واش فهمتيني؟ ماشي من ذاك النوع اللي كتعرف ذاك الميخماجي هذاك، الحمد لله كنهضر زوين محترم. علاش؟ كبروني عماماتي، ما ربونيش والدي، والدي كانوا فارقين. ما فهمتيش قلتي لي الكروسه كتعطى نورمالمون كنعرف في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تعطى فابور، كيفاش انت خديتها ب 70,000 ريال؟ ماشي خديتها ب 70,000، كتباع ب 70,000. كتباع ب 70,000 والدراري واخدينها ب 70,000. واخا ما يكونش عندهم علاقه. ايوا واخا ما عندهم حتى علاقه بالحبس كياخذها ب 70,000. كنقولها بكامل القوه العقليه اختي. ربما اللي خرجوا من الحبس ما كيلقوش. انا مشيت راه عندي راه متبع معاهم. مشيت عندهم عطاوني رونديفو، دخلت عند واحد الاستاذه بحال وجهك الله عمرها دار سميتها هدى. استقبلتني زوين كذا وهذه، واش قالت لي؟ قلت لها انت اخويا، ولكن راه خاصك كل على الاقل كل سيمانه تبوانت عندنا شي خطرات ثلاثه. انا جيت جوج خطرات ثلاثه في السيمانه. علاش؟ تبوانت في السيستم باش نهار يكون زعما غادي يفرقوهم تريبورتورات ولا هادي، كيقولوا بان السيده راه ديما كيجي يعني راه محتاج بتريبورتور. دابا انت كيفاش داير مع وليداتك؟ الحمد لله بخير. عطيت واحد بنت الناس اختي ما فضلتها قدامك، هي اللي دورتني، هي اللي ردتني في الله اللي سلط عليا، حيدتني من ذاك الطريق من طريق السوء وردتني طريق خير الحمد لله. ما كتقولي ما باغا والو، كتقولي جيب 1000 ريال حلال بقى حدا وليداتك. كنحمد الله وكنشكر الله، ملي كنشوف وليداتي قدامي كنتسك راسي عاد عمري دوزت نهار ديال الحبس، كنقول الحمد لله ما ضاع والو. كتشوف ربما الخدمة ديال العساس وأنك تخدم بالليل هي اللي غادي تقبل عليك، حيت أنت فايت مدوز الحبس. الله يرحم لك الوالدين، وخدام نوار. شنو أنت بغيت نقول لك؟ ولا جاتك شي دقة ولا شي حاجة من عند شي واحد شمكار في الزنقة؟ إيوا ديك الساعة منك 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 راسك. ما عندك ما غديرش، شكون يعاودك من غير الله سبحانه؟ كذب كذاب اختي. انا كنبغي نحييك ونقول لك تبارك الله عليك. الله يحفظك اختي، الله يكبر بك. راه كنقول لك داك الشيء من لقى داك الشيء اللي كاين اختي. الله يخلي لك وليداتك. امين اختي، راه مولاي عندي. كذب عليك كذاب، عندي الله وليداتي. الله يخليهم لك. راه نبقى نعاود اختي على الساكس. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.